عندنا الاسيس بمعنى حوالي نص ساعه، نص ساعه 35 دقيقه ماكس. وبنعمه رب على قلبي بانه مين جاي الكتاب ما تسمعه؟ نعم. طيب عظيم، اليوم اللعبه الكبيره اللي بنلعبها بدنا نمسك كتاب مقدس بايدينا، وهيدي اعظم الالعاب، وبدنا الذي يفتح اولا يقرا اولا. يعني نحن عم ندرس موضوع الاستقامه عبر الكتاب المقدس، يلي قادر تكون ساعدوني نفتح الايات ونقراها. يلي بيقدر يفتح الايه اولا، اذا امكن نقرا اولا، يعني خلينا نكون هيك مع بعضنا البعض بتناغم، وبس افتح الايه قراها مباشرة. لو قريت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة أوكي، ضلك قري ماشي الحال، ما في مشكلة إذا كنت شاطر، خاصة بأنك تفتح الآيات الكتابية، وهيدا أمر مبارك وأمر رائع. حقيقة التبعية اتباع الرب أمر مكلف جدا، ومنه أمر عادي، أمر مكلف، وأحيانا الكلفة بتبقى عظيمة، بتبقى كبيرة. وبتتخطى احيان قدراتنا البشريه. اذا بدنا نتبع الرب من كل قلبنا، احيان نحن كبشر مش قادرين ندفع الكلفه. من هيك نحن ولدنا بالنعمه وعايشين بالنعمه وعم نستمر بالنعمه، ولا مره نحن بقدرتنا قادرين بانه ندفع مكاليف اتباع الرب. ما حدا قدر يعمل الشيء هذا، ما حدا عنده القابليه، ولا حدا عنده القدره يدفع ثمن اتباع كلفة الرب. لولا نعمة الرب اللي بتعطينا هالقبلية، لولا نعمة الرب اللي بتقوينا حتى نتحمل أثمان كبيرة وعظيمة لحتى نتبع الرب من كل القلب. واليوم بنعمة الرب الموضوع هو عن الاستقامة باتباع الرب، كيف يكون عندنا حقيقة كمؤمنين ككنيسة كأخوة أخوات، كيف يكون عندنا استقامة في اتباع الرب. الحصة الماضية كيف يكون عندنا استقامة بنعمة الرب بتربية أولادنا، نتبنى المبادئ السليمة، نربي أولادنا بالنعمة، نربي الأجيال الصاعدة بالنعمة، والرب يعطينا قوة، والرب قادر يعطينا قوة. لكن هلا موضوع الاستقامة موضوع جدا مهم، وبصلي بالروح القدس بأنه الرب يعطينا نعمة نقدر بأنه هيك نتلمس من الرب فكره الإلهي عن الاستقامة. نلقى الطرف الخير، نلقى الطرف الخير، كلنا بالموازين إلى فوق، لكن رب يعيننا اليوم نلقى الطرف الخير من خلال كلمته تنقدر نعيش اشخاص مستقيمين في اتباعه. على قد نصلي بدايه، ونحن عم نصلي خلينا نحط قلوبنا قدام الرب، نطلب منه نعمه حقيقه، لانه صلي بقلبك، صلي بقلبك يقول يا رب انا رب اليوم بدي اتبعك، لكن بحتاج لنعمة من عندك يا رب. يا رب صلي بهيدا الوقت تعطيني نعمة يا رب، انه يا رب افهم عليك، اعطيني نعمة يا رب ادرك اهمية استقامة في حياتي فيما اتبعك. مرة جديدة يا سيد الرب نشكرك، لا نأتي كعبيد لكن نأتي كأبناء، غسلتنا دفعت ثمننا دمك الغالي والثمين، ونأتي كأولاد أحباء على قلبك. نشكرك هجرنا حياة العبودية، والآن نحن نعيش مع شخصك بالقرب منك. نصلي بروح القدس كيما توحد قلوبنا لخوف اسمك أيها الرب، وتعيننا بأن نعيش لك مستقيمين يا سيد الرب، في الفكر في الروح في الجسد في الكيان في كل نواحي حياتنا. اذكر الكلمة من فضلك يا رب، كلمتك العظيمة والمباركة اللي غيرت ملايين ومليارات عبر الأجيال. نصلي الليلة أنك تغيرنا بالروح القدس سيد الرب. يا رب من فضلك غيرنا، قدسنا، طهرنا بكلمتك. نعطيك المجد، نعطيك الحمد لك وحدك، نعطيك السجود لك وحدك. لمجدك نصلي يا رب، ولأجل امتداد ملكوتك اسمعنا واستجيب باسم المسيح. آمين. الاثنين زائد اثنين معنا كمؤمنين بيساوي أربعة، ما بيساوي خمسة. حتى لو واحد بيحط الفرد براسك بيساوي أربعة، ما راح يساوي خمسة.
والواحد زائد واحد بيساوي 2 مش 11. ما رح تزبط معه ابليس انه الواحد زائد واحد صيروا 11 بصيروا 2 وبس ونقطة على السطر. والاستقامة بتشبه هالحسابات هيدي، واحد زائد واحد بيساوي 2، حساب صحيح، أرقام صحيحة، حساب صحيح. الاستقامة بالبداية هي أساس لحياتنا كمؤمنين، وأي بيت يبنى على أساس، كما أنه الكنيسة مبنية على شخص المسيح اللي هو حجر الزاوية. ونحن نؤمن بأنه الكنيسة بلا رب يسوع المسيح بلا الأساس ما لها أي قيمة، ما لها أي قيمة، لأنه عواصف الحياة تحديات العالم كلها بمواجهة الكنيسة. لكن لما المسيح هو الأساس يلي الكنيسة ثابتة عليه، أبواب الجحيم ما بتقوى على أيدي الكنيسة. مثل ما حكي خيم شوي، قد ايه بشكر رب انه الكنيسه ولا مره انبنيت على بيتروس، انبنت على البيترا. او بيترا، هي بيترا الصخره، شخص الرب يسوع المسيح. الاستقامه كاساس بحياتي بحياتك دائما ابدا بتفرجينا انه في مركز اساسي لحياتنا هو شخص المسيح. شخص المسيح. مركز حياتي هو الله، بقدر اعيش باستقامه. لما ببطل مركز حياتي المكان اللي حاطط عيني عليه هو شخص المسيح، المكان اللي بتطلع عليه هو شخص المسيح، لما شخص المسيح يبطل مركز بحياتي الاستقامة تسقط من حياتي مباشرة. فدائما ابدا الاستقامة كأساس مركزها انه الله هو أساس حياتي. لاحظ حياة بطرس، لاحظ حياة مريم، لاحظ حياة مريم اللي قعدت عند جان الرب واختارت مريم النصيب الصالح، كان كل قلبها مركز حياتها هو مين؟ شخص الرب يسوع المسيح. اختارت الاختيار الصحيح وكانت حياتها حياة مباركة ومستقيمة. حبيبي لما بنطلع على الاستقامة كأساس بنشوف انه الاستقامة أساسية لحتى يكون عندنا شركة صحيحة مع الرب، لحتى يكون عندنا شركة صحيحة مع المؤمنين، ولحتى يكون عندنا خدمة مباركة وحقيقية مع الآخرين. لأنه بدي أقول لك إذا ما في استقامة بحياتي كمؤمن، شركتي مع الآخرين بدها تتحطم، علاقاتي مع الناس بدها تتحطم. إذا ما في استقامة بحياتي كمؤمن، كون أكيد أنا شو بدي أوصل رسالة للناس؟ بدي أقول له للإنسان توب، اختبر المسيح مخلص لحياتك، وأنا بدي مين يتوبني؟ أنا بدي مين يغير حياتي؟ وبنفس الوقت ما ممكن يكون عندي شركة حقيقية مع الرب إلا ما يكون في استقامة قلبية بحياتي. حبايبي اليوم رجع فينا نعمل روح القدس، نقدر ندرك بأنه حياتنا بدون استقامة ما إلى أي قيمة، ما إلى أي قيمة. بسط عليكم أكثر، بزمانات كنا نسمع هذا التعليم والرب يحيي هذا التعليم مرة جديدة بقلوبنا. كان الخادم الأمين المبارك الطيب بيقول للمؤمنين بالكنيسة، يقول لهم شهادتك هي كل شيء بتنكر حياتك، بتخسر شهادتك بتخسر كل شيء بحياتك، صح؟ صحيح؟ شو بنملك أرصدة؟ ما بنملك إلا رصيد واحد، هو شهادة وجود شخص الرب يسوع المسيح بحياتنا. وكان المؤمن بهديك الأيام لما ورب يرجع، كان المؤمن بهديك الأيام لما يغلط غلطة، يا أرض شقي وابلعيني، يا أرض شقي وابلعيني، يغلط غلطة المؤمن ما بينام الليل، ما بينام الليل المؤمن لما يغلط غلطة. بتذكر كان عمري 17 سنة لما اختبرت الرب مخلص لحياتي، وصرت بدي الرب بإيد وبدي حبيبة قلبي بإيد تاني. وبهداك الوقت كان عندي علاقة عاطفية مع إحدى الفتيات بالقرية اللي أنا بعيش فيها، و كانت اخذت لي قلبي وحياتي واللي بدك، وكل نهار سبت واحد بنروح بنسهر بنظهر بنروح بنيجي. ولما اختبرت المسيح بحياتي الرب دخل سكن ختم حياتي بالروح القدس وصار هو الرب على حياتي. لكن كان بعد في شريك اخر له، القلب كان بعد ما ملك عليه بالكامل. صدقوني قضيت 3 اشهر ما اعرف نام الليل،
ما اعرف نام الليل. شاب عمري 17 سنه 18 سنه مسعوش بقلبي، في شيء حزين بقلبي، حزين وانا مؤمن واخترت رب ومتاكد انه اخترت رب. الى يوم من الايام رحت لعند احد اخوي قلت له انا حزين، انا مؤمن اخترت رب، انا عندي شك بهالموضوع بس انا حزين، انا حزين قلبي حزين، ما بعرف شو بني ما بعرف شو بني. قال لي خبرني شوي شو عم تعمل، كيف عم تقضي اوقاتك، خبرني وين عم تروح وين عم تجي، شو عم تعمل نهار السبت والاحد. خبرته، فتحت له الباب هيك وخبرته انه بهيدي الزاويه بهيدا المكان بعد في بعد في ملكة أخرى، وبهديك اللحظة هيدا الأخ بيقول لي بيقول لك بشارة هيدا الحزن روح يدوس بقلبك، عم تسلك بعدم استقامة. لما بتحب الرب بتحب الرب من كل قلبك، ورب ما بيرضى لأي شريك وخاصة شريك غير مؤمن. أوه لو شريك مؤمن يعني عظيم أمر مبارك جيد، لكن شريك غير مؤمن بالحياة وكنت محطم وقلبي محطم، الى انه جيت وقلت له يا رب خلص هذا الموضوع محطوط على جنب، انت اولا وبتضلك اولا يا رب وما في سيد غيرك بالحياه. اليوم بنعمه رب، رب يعطينا نعمه انه نمسك طرف الخيط بانه يسوع يكون مركز حياتنا، وبانه الاستقامه تكون هي الرصيد، الشهاده تكون هي الرصيد يلي يعني نحافظ عليه بكل قوه من قوانا حتى بنعمه رب نقدر نكون بشركه معه، شركة مع المؤمنين، ونقدر نكرز للبعيدين بكل أمانة وبكل إخلاص. سجل عندك كلمة استقامة، بتعني هالكلمات هيدي بتعني كمال نزاهة وقداسة، هيدا بيعني الاستقامة كمال نزاهة قداسة قداسة، كما أنه تجي بمعنى تجميع الأجزاء إلى واحد، يعني واحد بيكون مستقيم ما بيكون من جزء، ما بيكون قلبه مجزأ، ما بيكون فكره مجزأ، ما بيكون إرادته مجزأ، ما بيكون عواطفه مجزأ، كله مجمع، أجزائه كلها مجمعة بوحدة واحدة، هيدي معنى الاستقامة. معنى الاستقامة كمان بتعني الكمال بمعنى تمام الصحة، شخص يكون صحيح، يكون صحيح، البريك صحيح، جرة صحيحة، مع إنه أواني خزفية لكنها صحيحة. مع انه فضل القوة ليس منا لكن للكنز اللي فينا، لكنها صحيحة، لكنها صحيحة، تكون بالتمام الصحة صحيحة، هيدا معنى الاستقامة. أن تكون كاملا أو صحيحا فيما تقول وفيما تفعل. خليني أكون صريح معكم، خليني أكون صريح معكم، ما في نهضة بالكنيسة بالبيت بدون استقامة. في أبسط من هيك؟ في أبسط من هيك؟ لو بدنا نكتر الاجتماعات والنهضات ونجيب أعظم الوعاظ ونجيب أعظم المرنمين ونعمل مؤتمرات من هلأ ليوم مؤتمرات ونتعلم ترانيم ونعمل اللي بدكم ونعبد أفضل العبادات وتصبح أفضل الأصوات، صدقوني يا حبا بدون استقامة بدون قداسة ما في نهضة تحصل بالكنيسة، ما في نهضة تحصل بالحياة. من أخر عدم الاستقامة قفلت كنايس، وعدم الاستقامة جعلت والاستقامة جعلت كنايس مؤمنين يكونوا مباركين فيما تقول وفيما تعمل، فيما تقول وفيما تعمل. واحد في السر والعلن، كون صحيح في السر والعلن، في الحياة العامة والحياة الخاصة، بغرفة النوم وبالمكتب وعلى الطريق وبالسيارة، هي نفسها هي نفسها هي نفسها. التقيت بأحد الإخوة بهالبلاد، سامحوني هذيك المرة صرت ذكرت هيك عبارة هالبلاد وهيك اعتذرت منكم مش رعيدة اليوم، أوكي حضرني البلاد الحلوة البلاد الرائعة يعني شو بدي لكم مجد الرب البلاد المباركة. التقيت بأخ قاعد بيعطيني دروس كيف بدي اتحايل على الدولة بالتاكسز. وأسيس أنا بعلمك أنا بخبرك أنا بعمل تاكسز تبعي وأنا بخبرك أنا بقول لك كيف بالقانون تقدر تشطفها كلها. حقيقة الشيء اللي بجنن، الشيء اللي بجنن إنه هذا الأخ بعد ما وعي اخترب كل شيء بحياته، بعد ما وعي بعده بيشطفها
فاهمين شو بيشطفوا. بيشطفها. ترجم بالمصري. ترجم بال يعني بعده اخذ الحياه واخذ الاستفاده بالطول والعرض، مستفيد منها للاخر، شفطها للاخر. صعب. صعب. واحيانا بقعد افكر انه ليه هالاخ يضيع وقته ويجي على الكنيسه؟ ليه؟ ليش يجي على الكنيسه؟ بلاها. بلاها. ما بقدر افصل العام عن الخاص، ما بقدر. ما بقدر. ما بقدر. مش ضابطة. والسر والعلن ما بقدر افصله عن بعض البعض، هو واحد. هيدي هي هيدي الاستقامة. طيب ليش الاستقامة هي تعتبر امر هام؟ واحد، أول شيء الله بيقدر الأمر المستقيم. لاحظ شو قال له شو قال له لابنه لداود لسليمان بملوك الأول إصحاح 9 والعدد الرابع، بيقول له وأنت سلكت أمامي كما سلك داود أبوك بسلامة قلب واستقامة. أنا اللي عم أقول اليوم إنك ما تكون شخص، لما بقول لك كن مستقيم مش معناتها تكون شخص خالي من الخطايا، ما تعمل خطيئة بحياتك، لا. كلنا في الموازين إلى فوق، لكن ما نتسرع ونقول داود سني معناتها أنا ماشي الحال بقدر إذني مثلا. راح شو بقول الكتاب؟ بيقول كما سلك داود أبوك بسلامة قلب وباستقامة. عم بقول له يا سليمان لو بده يكون عندك حكمة، بده يكون عندك غنى، بده يكون عندك بركة، إذا ما عندك استقامة قلب اوعى تفكر إنه البركة حتجي لحياتك. لاحظ لأيوب 2 شو بيشهد عنه الكتاب، بيقول أنه ليس مثله في الأرض رجل كامل، لاحظ شو بيقول، ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. مع إنه عشوائي أيوب كان بده يعطي الرب دروس بكيفية التعامل مع البشر، مش هيك؟ عشوائي يعني عشوائي بده يعطي دروس لله، لكن الله شاف الاستقامة بحياته لأيوب. الاستقامة هامة أحبائي، لأنه المؤمن المستقيم، المؤمن المستقيم بتزرع ثقة بقلوب الناس، بتزرع ثقة بقلوب الناس. شخص غير مستقيم ضل خيفة منه، ضل خيفة منه. كلنا هون عندنا اختبار. ما في شخص بحياتكم او انسان او انسانه بتخاف منه بتهرب منه؟ بتحس كانه الشر جاي عليك يعني. مش هيك ما بتحسوا احيانا؟ ما بتحسوا؟ هذيك مره قلت لكم اياها وبرجع بدكم اياها. اليوم في بعض المؤمنين بطلوا هيك. الاستقامه هيك. قص جاب صح؟ اليوم في بعض المؤمنين بطلوا هيك. تطورت القصه صاروا هيك. كل الاتجاهات بكل الاتجاهات بطوله وبعرضه. فالانسان المستقيم بيزرع الثقه والامان بحياه الناس. لاحظوا بعزير 10 9 من يسلك بالاستقامه يسلك بالامان، ومن يعوش طريق طرقه يعرف. وعلى النقيض امثال 22 1 الشرير يهرب وليس طارد. ولاحظ حياة الاستقامة تعطي قوة لكلماتنا، تعطي دفعة لخططنا في الخدمة، بل وفي الحياة العامة تعطينا سلطان غير عادي. ليه؟ لأنه كلماتي وأفعالي هن مثل بعض في السر وفي العلن. حبائي الاستقامة مهمة لأنه العالم كله عيون علينا. صدقني طلعت أخبار طشطشت الدنيا، أوباما ومرته شو اسمها؟ ميشيل. لك مضروبه للعظم الخبريه بيناتهم، صح ولا لا؟ وطمطمت الدنيا والجرايد والخبريات اتكسرت الدنيا كلها. حدا حكى له شي خبريه؟ بس هيك بحطوا الخبر، ناس مبسوطه بتتسلى بالخبر. بس مؤمن يغلب غلطة؟ يا يسوع الناس شو بتعمل؟ قسيس يغلط له غلطه؟ يا يسوع العالم شو بتعمل؟ ما بتنترك جرايد الا ما بتشهر بالايمان. وبالايمان المسيح بتعرفوا بانه الناس والعالم صرنا منظرا للناس وللملائكه ولمين؟ للعالم. الناس عم تطلع على مبادئك، الناس عم تطلع على قيمك، الناس عم تطلع على اسلوب حياتك، الناس عم تطلع على كيفيه تعاطيك مع المال وهيدا الزمن وهيدا العالم، الناس عيون عليك، الناس عيون عليك. وبتعرف هيدا مبارك لما الناس تطلع فيي وفيك وشو مين بيشوفوا؟ بيشوفوا يسوع.
وده بتعجبني الترنيم القديم اللي بتقول هل فيك يرون يسوع انهش به يكون عبدا يطوع حتى يرى فيك يسوع. مش تعال نعلمك لحتى تظبط حالك، لا، تعال علمك لحتى تصير كيف تشبه الرب اكثر، كيف تعيش للرب اكثر. من هيك الاستقامه مهمه بحياتنا، مهمه بحياتنا. من هيك الرب ما عنده بديل عنك، ما عنده ولا بده يكون عنده. رب بده اياك انت وانا وانت تكون هالاداه اللي استخدمنا ليمجد اسم فتاه قدوس يسوع ويجيب النفوس لهيدا العالم لإله. من هيك من هيك المؤتمر ومواضيع مؤتمر بتحفنا احيانا كثير على الاستقامه والقداسه. ليه؟ لانه صدقوني ما في حل اخر، ما في حل اخر. بتذكر هيدي القصه بشكل هيك سريع، بشكل لما الرب يسوع المسيح من بعد ما طلع للسماء وصار يسأله ويقولوا له يقولوا له يقولوا له الملائكه يقولوا له شو عملت؟ عملت الخلاص وقمت من الموت والروح القدس انسكب على الكنيسه. طيب وهلا مين بده يكمل المشوار؟ انه بده يكمل مشوار التلاميذ. قالوا له بس تلاميذ واحد منك، واحد منه نكرك، واحد ثاني منه ما بعرف شو عمل، واحد ثالث ما بعرف شو عمل، واحد رابع هرب. طيب هودي كيف عم تفتكر عليهم؟ شو هي بلان بي تبعك؟ قال له ما عندي بلان بي، هيدي هي البلان، ما في غيرها. مش امتياز حلو يا احبه؟ مش امتياز رائع انه نحن نكون البلان الوحيده بالنسبه للرب؟ وهالبلان هيدي ممهوره بدمه، وبنفس الوقت هالاواني هيدي اواني مقدسه تكون حتى تحمل اسمه ويتمجد اسمه. احبائي انا وياكم ندرس حالتين بس من الكتاب المقدس. اول حاله لها علاقه بانه الاستقامه هي مفتاح البركه بحياتك وبحياه الكنيسه. بدنا ندرس شوي من سفر دانيال، خلينا نفتح مع بعض عن سفر دانيال. مع بعضنا البعض، وده بدي اشكر الرب لاجل خدمه دانيال وخدمه اندرو وخدمه تيموثي اللي راحوا خدموا مع الاولاد في مؤتمر الكنيسي، والشباب اشتغلوا شغل غير عادي. وقد ايه بدي اشكر الرب لاجل هيك القلب الطيب بخدمه الرب. حقيقه الشباب تركوا اثر مبارك بحياه الاخوه هيك والاولاد والشباب بالكنيسه. خلينا نفتح مع بعضنا البعض على دانيال 1:8. الذي يفتح اولا يقرا اولا، ومثل ما بلشنا اللعبه هلا اللي بيفتح اولا يقرا اولا مع بعضنا البعض. تفضل. نعم. لاحظوا هيدي هي الآية المركزية بسفر دانيال، بأنه البركة بحياة دانيال بلشت هون. إن جعل في قلبه المستقيم بين هلالين، المستقيم أن لا يتنجس، لا يعطاه للملك ولا بخمر مشروبه. حط بقلبه هذا الموضوع، إن أنا ولو السبي أنا ولو أنا بعيد أنا بدي أكون طاهر قديس، أنا ما بدي أتنجس. لاحظوا مفتاح البركة بدانيال 6:4. لاحظوا انه هالبركه هيدي والاستقامه بحياه دانيال كان لها براهين. 6:4 الذي يفتح اولا يقرا اولا. يلا شو هي البراهين اللي بنشوفها بحياه دانيال؟ ثم ان الوزراء والبلازبه كانوا يطلبون عله يجدونها على دانيال من جهه المملكه، فلم يقدروا ان يجدوا عله ولا ذنبا لانه كان امينا ولم يوجد فيه خطا ولا ذنب. شو هالايه المباركه هيدي؟ شو هالايه المباركه؟ لاحظوا معي أن يجدوا علة ولا ذنبا، لم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا. ليكوا البراهين، شو هي البراهين أنك مستقيم؟ إن كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب، ولا ذنب. فإذا الاستقامة إلى براهين. خلينا نفتح على دانيال 5:10-12 في أساس لهذه الاستقامة. دانيال 5:10-12. فلما علم دانيال فضل بيز. أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة، فأجابت الملكة وقالت أيها الملك عش إلى الأبد، لا تفزع أفكارك ولا تتغير هيئتك، يوجد في مملكتك رجل لاحظ فضل فيه روح الآلهة القدوسين، وفي أيام أبيك وجدت فيه وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوه جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين. أبوك الملك
من حيث ان روحا فاضلة ومعرفة. روحا شو هي فاضلة؟ روحا فاضلة هيدي اساس الاستقامة. روحا فاضلة ونحن كمؤمنين احبائي هيدي الروح الفاضلة مش بس بتيجي بتزورنا مثل العهد القديم وبتمشي، هيدي الروح الفاضلة انسكبت فينا وحلت فينا وختمتنا، وهيدي الروح الفاضلة ساكنة فينا، وهي الروح الفاضلة هي الروح القدس. هيدي اساس حياة الاستقامة والقداسة. روح معي كمان قوة الاستقامة في استمراريتها. 6-10 شو بتقول؟ 6-10 بدكم تكونوا شوي نشيطين. علم دانيال بإمضاء الكتابة. نعم. ذهب إلى بيته. نعم. وكواه مفتوحة. نعم. في عليته نحو أورشليم. نعم. فجث على ركبتيه 3 مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه. لاحظ معي؟ استمرت الاستقامة بحياته، إجا التهديد على حياته، الاستقامة قوتها باستمراريتها. لما بتستمر حتى بوقت الصعاب ما راح سكر القوة، راح فتح القوة، سجد باتجاه اورشليم واستمر في الصلاة. فإذا استمراريتها هي قوتها. طرق الاستقامة طرق عادلة، لاحظ حتى الإنسان المستقيم لو بيجي عليه شر بتضل الاستقامة بتحفظه والعدل بيبقى من نصيبه. 6-22 6-22 نعم تفضل على صوت العالم ديزني عم بيقرا على صوت العالم ما تستحق تفضلي. إلهي أرسل ملائكته 6 أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامهم قدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. بأي جهد أنت عايش اليوم؟ مين انفلت عليك الأسود اليوم؟ في حدا انفلت عليك الأسود؟ أنا شخصيا في أسود فلتين علي بس قدر شغلي مش لقضاء. خاوية معدتها من الجوع وما عم تقدر تلتقط من حياتي ولا بسني. هل لأنه أنا أبضايد؟ لا. هل لأنه أنا كويس؟ لا. تعرفوا؟ دايما يلي بده يعيش بالاستقامة لابد إنه نصيبه يكون نصيب عادل. ما ممكن الرب بإنه يقبل إلا ما تكون كل طرقك وكل حياتك وكل امورك. احيانا قد تختبر الظلم، انا معقول ما بتختبر الظلم، قد تختبر التجارب الصعبه، لكن اخره الطريق عدل وحق لك. اوعى تفكر الهنا مش اله ظالم ابدا، الظالم سيأخذ جزاء ما ظلم به وليس محاباة. تعرفوا هو بأنياب الأسود الرب بده يفكهم بده يكسرهم بده يحطمهم، والعدل والعدالة حتكون من نصيبك، لكن ضلك عايش مستقيم للرب، مستقيم للرب. آخر شيء مجازاتها عظيمة. 6-24 فأمر الملك وأحضروا لأيك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود. نعم. هم وأولادهم ونسائهم. نعم. ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم. مش معقول هون بالفعل، يعني هالتعبير كأنه في شيء فيهم سينما ماشي، بيقول لك إنه ما وصلوا لأسفل الجب، يعني بعد ما هن ونازلين، يعني بتشوف هيدا بالأفلام الحديثة، ها هن ونازلين كانت الأسود أكلتهم ما بقي شيء من عظامهم، ما بقي شيء من عظامهم. ولاحظ تكمل المقطع بتشوف كيف الرب اكرم دانيال وكيف كانت مجازات دانيال مجازات عظيمه. ليه كانت مجازات عظيمه؟ لانه وضع في قلبه ان لا يتنجس لا باطياب الملك ولا بخمر مشروبه. حط بقلبه انا بضل مستقيم للرب بكل الاحوال وبكل الظروف. بدي خبرك انه يمكن كثير من الاحيان يكون في مرافقه كثيره موجودين من حواليك. كثير من الاحيان مثل ما صار مع بولس برسالة فيليبي لما قال اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرا ليجازي الرب. يمكن يكون في اسكندر النحاس بحياتك لاحق وعم بيحكي عليك، اسكندر النحاس عم بيضطهدك. يمكن تكون نعادية النبية الكذابة الموجودة عند حنانية، نعادية اللي حكيت كلام كذب على 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 على, على اللي عمر أسوار أورشليم نحنية وعلى المؤمنين. يمكن يكون في نعادية الكذابة اسكندر النحاس، يمكن يكون في المرازبة، يمكن يكون في بشر كثيرة، يمكن يكون في أسود من حولك. بدي خبرك شغلة،
حط بقلبك انك تضلك مستقيم قدام الرب واترك الامر للرب. توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك. عرفه الله شو بيعمل. لاحظ يقوم سبلك. قلب مستقيم قدام الرب. بس عليك انت تتكل على الرب. اوعى تغادر الاشرار. اوعى تقول لا الاشرار مشكين. اوعى تقول لا انا مغلوب. اوعى ابليسي يفهمك بانه 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 انت الامك هيدي اللي انت عايش فيها، الامك اللي عايش فيها، هيدا منه عدل، هيدا منه عدل. بتعرف شو بدك تعمل؟ عندي شيء حلو لك، انا بختبرك اليوم، كل يوم بروح ببوس ايدين لبابا. كل يوم بقعد عند اجري وبقول يا بابا انا ببوس ايديك، انا ببوس اجريك يا بابا، انا بشكرك لاجل المعاملات الحلوه يا بيي. انا بشكرك، انا بخدم من ايدك. انا بخدم من ايدك، انت صالح! أكثر كلمة بقولك محضره بقول أنت صالح وليس أحد غيرك. وإلا بتعرف شو بصير؟ بينكسر سلسلة الإيمان. بتعرف سلسلة الإيمان؟ هالسلسلة اللي تربط آدم إلى هابيل إلى داود إلى سليمان إلى الأنبياء إلى بولس إلى بطرس. سلسلة من الإيمان من رجال ونساء إيمان إلى مريم إلى 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 القديسات الفاضلات إلى أكيلا وبريسكيلا إلى الكل. سلسلة سلسلة من المؤمنين الأمناء. هي السلسلة لما بتقول له ماشي لك يا رب السلسلة بتضل مربوطة. لكن إذا بتنسى إنه الله صالح هيدي بتنقطش سلسلة عندك أنت. هل بدك تخلي السلسلة تكمل للأجيال من بعدك؟ بدك تعيش مستقيم. بدك تعيش مستقيم. فرحت كثير لما جون ماكارثر خبر هيدي القصه وانا بنصحكم تسمعوا لتعليم هذا الرجل. رجل الله، رجل بحب الرب. اذا كنت شخص متزمت او منفتح او اذا كنت شخص ليبرالي او 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 راديكالي بدرسك لكلمه الرب، في معلمين طيبين حلوين بحبوا الرب تسمع لهم. واحد منهم اسمه جون ماكارثر، شخص سويندل وغيرهم معلمين طائعين طيبين. خبر قصة انه كان بالثانوية بيوم من الايام وكان من الفريق اللي بيركض بيعمل سباق 400 متر يلي بتمسك العصاية وبتسلمها لرفيقك، بتمسك العصاية وبتسلمها لرفيقك. ووصلوا بالنهائي بال 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 بالهاي سكول، كان ضمن الفريق اللي بيركض. وصلوا لنهائي البروفنس يلي عم يتحدوا على كأس البروفنس. وبنهائي البروفنس كان في أربع فرق وفريق جون ماكارثر هو اللي عم بي عم بي عم بي عم بي عم بيصارع ثلاث فرق الاخرين على الميداليه. وبلش السبق وكان جون ماكارثر اول واحد، وعاده بحطوا اول واحد اضعف واحد، الثاني الاقوى، الثالث الاقوى، اخر واحد بيكون اسرع. ليه؟ لحتى اذا كان الفريق تبعه قصر لحتى هو يقدر يكسر السكور ويعوض الفرق. بعد جون ماكارثر كان الاضعف وكان هو عم يركض اول واحد. ركض جون اول 100 متر عطى اول واحد، ركض الثاني عطى الثاني واحد، ركض الثالث عطى الثالث وعطى لرابع واحد، ورابع واحد الفريق كان عم يركض. لكن قدامه بالفريق الثاني كان متقدم عليه بخطوتين او ثلاث خطوات عداء اخر. وبعد شوي جون مع اصدقائه بيشوفوا العداء اللي بفريقهم بيستسلم وبيقعد يتمشى على طرف العشب. وبيخوتوا بجنوا، شو عمل؟ ليه عملت هيك؟ وراحوا لعنده سالوا جون، قالوا ليه 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 وقفت؟ صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ قالوا حقيقة شفته متقدم علي بخطوتين ثلاثة وحسيت انه انا مش قادر انه اسبقه، بقى استسلمت ووقفت وقررت امشي على جنب. وانصدموا كلهم سوا، قالوا له ما بحق لك تعمل هيك، ما بحق لك تعمل هيك، ما بحق لك تروح في السباق، لازم تكمل سبق للاخر. حتى لو سبق العتال اللي قدامك، مالك حق واحد سبق، لازم تسابر للاخر. واليوم انا بدي اقول لك باستقامه حياتك ما بحق لك توقف على الطريق. ما بحق لك. العصايه وصلت لايدك، مش على الايمان وصلت لايدك، لازم تكمل للاخر، ما بحق لك تقطش سلسله. كثار من المؤمنين يلي ماتوا كرمال الانجيل وكرمال عيون الرب وكرمال سواد عيون الرب وكرمال الصليب. لو بدك تتألم انت، لو بدك توجع، لو بدك تتعب، لو بدك تيجي وصد عليك، ما بحق لك، ما بحق لك انك توقف بنص الطريق، ما بحق لك، لازم تكمل لقدام. ما بحق لك. بولس الرسول اخترق هذا الموضوع وقال انسى ما هو وراء، امتد الى ما هو قدام. ما تضلك عالقين بالماضي، ما تضلك عالقين باوجاع الماضي، ما تقول امبارح حكيت لك هاف، ما تقول امبارح حكيت لك روكس. انسى
انسى ما هو وراء، امتد الى ما هو قدام، اسعى نحو الغرب من اجل شعار دعوه الله العليا في المسيح يسوع. هيدي مهمتي ومهمتك، بلش السبع استقامه ونكمل للاخر. وهيدا بخليك بتبقى بتعمل تواظب على كل اجتماع بالكنيسه، وتحضر بكل شغله بالكنيسه، وتكون فعال بكل خدمه بالكنيسه، وتخدم المؤمنين من حولك، تخدم النفوس من حولك، وما تكل وما تمل، وتضلك ماشي بالسبع الى الاخر. احد الاخوه بيقول لي قلت له بدك تترك تروب هلا. خلي نطش سلسله هلا. بس ما تنطش بعدين. هلا خلي نطش سلسله. بس مش بعدين انت ماشي على الطريق. اللي انا مش قادر اكمل. اللي انا مش قادر اكمل. هذه قضيتك وهيدي قضيتي. تعيشوا الرب بكل امانه وبكل استقامه وتحطوا بقلبكم ان لا تتنجوا. هذا مفتاح البركه. والا ما في اي بركه ثانيه. قيل عن دانيال ان الاسود لم تاكله لانها وجدته عمودا فقريا، مظبوط؟ ما قدرت اكلته، وجدته عمود فقري. ما في الا قوه الرب واستقامه الرب، ما في شيء يتاكل، لانه الالهيات لا تؤكل من الارضيات، ولا يمكن لابليس ان يبلع السماويات. الرب يسوع المسيح القدر ما قدر مسكه، صح ولا لا؟ صح. اللي هو النور الذي جاء الى العالم والظلمة لم شو لم تدركه، ادرك الظلمة كله والظلمة ما ادركته، وانار ظلمات كثيرة وقلوبنا شاهدة على هذا الموضوع. امين. صح. وحط الاستقامة جوا ونحن بدنا نكمل المشوار. حبايبي بشكل سريع حاختم بخمس دقائق قسيس لسبع دقائق. الاستقامة مفتاح لنجاح الخدمة، مش بس مفتاح للبركة، مش بس مفتاح البركه. رب بارك دانيال، رب بارك ايوب. شفتوا عائده ايوب؟ هيك تتذكروا صبر ايوب والرب والرب وعاقبه ايوب كانت عاقبه مباركه. دانيال وكل المؤمنين رب باركهم لانه كان مستقيمين. لكن نجاح الخدمه مفتاحها الاستقامه. حدا يفتح معي على كورنثوس 2 12 اذا امكن. كورنثوس 2 12 كورنثوس 12 حلوة قراءة كلمة الرب. يا لذ لي قراءة الكلمة. تفضل حبيبي. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. لاحظوا نجاح بطرس، نجاح بولس بالخدمة ما اجت من فراغ. لاحظوا شو بيقول لهم هون، عم بيقول لكنيسة كورنثوس يلي كانت بتشكك برسوليته، وللأسف اللي كانوا عم يشككوا برسوليته كانوا مجموعة من الصعاليق الايمان، اي من الاقزام الايمان، الناس اللي ماسكين الناموس وماشيين في العرب، اي لا بيعرفوا نعمه الله ولا عارفين شيء الا الناموس، حياتهم كلها بالناموس، وقعدوا يشككوا برسوليه مين؟ برسوليه بولس. انت مش من 12؟ لا لا رسوليتك مش رسوليه مضبوطه. لا لا روح اعمل لك شغله ثانيه، منك رسول اصلي. انت مزيف، خدت الرسوليه بالقوه. خدت الرسوليه بالقوه، ليش شو بقول لهم هون؟ بقول لهم ان علامات الرسول صنعت بينكم، هيدي الاستقامه، هيدي يلي هي مفتاح نجاح خدمته، اظهرت الاستقامه. لاحظ في كل صبر بايات وعجائب وقوات، بايات وعجائب وقوات. لاحظ دائما يظهر بولس الرسول بتامل لحياته، دائما يظهر انه يقف في كل الامور، ما عنده تلون. قد ايه حلو هالزلمه، مش معقول شخصيته شو رائعه. بكل الامور بتلاقيه واقف مع الحق دائما، ما عنده تلون. لا يتردد بين رايين، ثابت في كل علاقاته. مع الخطاب ثابت، مع المؤمنين القديسين ثابت، مع المؤمنين الجسديين كمان ثابت بكل اقواله، لا يتردد بين رايين، ثابت. يضع كل ثقته في الله الذي نعمه لا تتحول، نعمه لا تتحول الى لا. نعم اليوم لا تتحول الى الغداء، هيدي الاستقامة. ايه اليوم نعم امين وبكره شو؟ لا. احبائي صلي بالروح القدس انه هيدي الكنيسة تشهد ثورة. مثل ما قال خيي. امين. باسم يسوع تشهد ثورة، 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 بتعرف شو ثورة؟ ثورة. ثورة. يعني يلي سامحوني معلش احبة، مش الحال، اسمعوني اخر مرة وبعتوني. ماشي الحمد. ايه مع اني ما لي علي ادب القسيس بالنسبه للاشياء هيدي، روح الرب بحطها على قلبي بقولها. امين؟ علي؟ تزعلوا مني معلش، يزعلوا مني. ماشي.
اوكي في شغلكم بالاسيس بعدين عروي هو عم يعزلني هو حر يعني الثورة يعني الثورة يعني يعني المؤمن ما بيزين عشوره بال ما بيزين عشر يعني انا بقبض 1100 دولار بحط 110 دولار مش 111 110 دولار لا المؤمن ما بيدفع عشر شو بيدفع؟ عشور للرب لانه هو ما عم يدفع منه عم يدفع من مين؟ عم يدفع من جيبة الرب بتحيرني احيانا كثير بعض المؤمنين يلي بكيلوا حضورهم بالكنيسه على ساعه العمل بيشتغلوها لاحظ معي اولادنا على الساعه بهالبلاد بقبض على الساعه صدق منتج بالساعه مثلا 30 دولار يعني اذا بروح على الكنيسه ساعتين بربح جميل الرب كانه بتطلب منه ريسيت هات لك ريسيت ب 60 دولار هودي الساعتين رحتهم على الكنيسه لاحظ حدا بيقول لك بدي اجي زورك بتعرف شو بقول لك؟ تعرف معي ساعه جاي زورك يا خيي بضحك على ساعتين وتعزوني يا خيي ماشي صح ولا لا؟ فكر فيها بتعرف انا جاي لعندك بس تعريف بدك تاخذ ربع ساعه روحه ربع ساعه ماشي هيدي نص ساعه ومعي نص ساعه بربحك جميله بنص ساعه بدي اخبرك شغله وبدي اقولها من كل قلبي هيدي الامور كلها بتسقط لما بصير في ثوره بالكنيسه لما الاستقامه الحقيقيه بتنعيش كل يوم ببيتي وبالشارع وين ما كان وبدي اقول لك شغله لو بتضلك انت المستقيم وحدك، ضلك المستقيم وحدك لانه طلبت من بينهم رجلا امرأة واحدة، فكر في الفخر امامي، لو انت بيت لوحدك، ضلك انت مؤمن مستقيم. كلهم مش مستقيمين، ضلك انت مستقيم. اليوم كمان في شيء حلو كمان من اخر مرض الكنائس اليوم، لانه كنيسة كنائس. تعريف صدق جيت على الاجتماع والاخ اطلع فيي تطليعة ما عجبتني. إذا كل الإخوة هيك أنا ما بدي أجي على الكنيسة. لك شو هالإيمان المرد هيدا يلي جبني إيمانه على تطليعة أخ. ولك شو هالإيمان المرد يلي إذا أنا بضحك له للأخ بيجي على الكنيسة، ما بضحك ما بيجي على الكنيسة. لك بلا هالإيمان يا خيي. لك خيي عن جد ما بدي إياه هالإيمان. يا خيي المؤمنين ماتوا كرمال دم المسيح وكرمال الصليب وكرمال قضية الإنجيل. المؤمنين ماتوا كرمال شي سامي ما ماتوا كرمال فوز عبلات وانا وانت كل يوم نمات طول النهار لاجل المسيح وعيون المسيح ولك مش بس تطلع فيي ببزق علي بدي اجي على الكنيسه ولك مسح لي مسح لي كرامتي بالارض بدي اجي على الكنيسه هذه كنيستي هيدي بيتي قبل ما يمسح لي كرامتي بالارض صح ولا لا يا حبه هيدي بيتي وعائلتي هودي اخواتي هودي لحم ودمي هيدي هي بولس الرسول رب الكنائس هيك على الاستقامه لانه عرف انه اذا تكونوا مستقيمين هيدي مفتاح نجاح خدمتكم هيدي مفتاح نجاح كنيستكم اخر شيء بوثق جرب انه 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 اوجز هالاستقامات بحياه بولس اول شيء كان مستقيم بخلاصه بفيليبي 3 حسب كل شيء بحياته نفايه لكي يربح المسيح ويوجد فيه انتهى المسيح وانا اليوم بعدي متمسك بالتقليد الكنسي وبعدي متمسك بكنيستي وبخلفيتي وبعدي متمسك بالتعاليم مغلوطه وبعدي متمسك بقصص ورويات وما عم بجي لعند المسيح ليه؟ لانه خايفين انه التقاليد اللي انا كنت عايش فيها والكنسيات اللي انا كنت عايش فيها والطائفه اللي كنت انا عايش فيها خايفين انه تطردوني اذا جيت لعند المسيح. يا حبيبي احسن لك تروح على جهنم انت وشو بدي اعمل لك بعدين تقصياتك كلهم خلفياتك كلها شو بدها تعمل لك؟ كنسياتك كلها شو بدك تعمل لك؟ تعرف انا من وين حبيبي؟ بتعرف شو زوري انا من وين؟ عبد الرب انا 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 شفت انا اللي كسر المسيح جاب اجلها بتعرف هيدي الانا من وين؟ انا ماروني كاثوليكي من لبنان مين ماروني هون؟ انا ارمنيه ماروني اوه وارمني كمان ليه يسوع؟ مضاعف يعني كيف جيت لعند الرب؟ امين تفضل خير شو قلت لي كمان حضرتك هروني؟ حضرتك رئاسي لألنا رئاسي لألنا رئاسي مع شو رئاسي بقى تأخري شو بدك تعمل لي ضيفتي؟ انجيليني شو بدك تعمل لي؟ انا انجيلي شو اذا انجيلي يعني؟ بولس كان مستقيم بخلاصه لما ادرك انه كل شيء اللي عنده نفايه ما
مختوم في اليوم الثامن ايه؟ عبراني من العبرانيين من سبط بنيامين شرفية على الاخر ايه؟ من جهة الناموس بلا لوم شوف طولي كل لون طولي هولي القش لفة ان احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه. بدي اسألك مستقيم بخلاصك؟ تترك كل شيء لحتى تيجي عند المسيح ولا خيفان؟ شو بقول رئيس الطائفة؟ شو بقول الكنيسة؟ شو بقولوا الماما والبابا والتيتا وسته وجده؟ شو بيعملوا لك هودي لما انا بدي اروح على جهنم ورحت بخطاياي على جهنم؟ مستقيم بخلاصه، مستقيم مع نفسه، كورنثوس الاولى 15 8 ل 10 بليز حدا بيفتحها كورنثوس الاولى 15 وحنكتم بالصلاة. كورنثوس الاولى 15 8 و10 نعم. لأن انتهضت كنيسة الله. نعم. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعا. ولكن لا أنا، بل نعمة الله. لاحظ أنا لسه مستقيم مع نفسه، الزلمة عارف قاله بولس. إيه؟ بولس الصغير هي سر وين؟ نعمة. لا أنا بل نعمة المسيح. مش هيك قالوا؟ لكن لا انا بل نعمة الله التي معي. اف بتسلم تياتك يعني شو بدي خبرك؟ يعني نعمة المسيح. وبدي اخبركم كل اللي تكسحوا بحياة الايمان نسيوا انه في نعمة موقفتهم على جبين. صح؟ كل اللي تكسرت فيهم سفينة الايمان نسيوا انه في نعمة موقفتهم على جبين. طيب مستقيم في علاقاته غلط 2:11 مفضل غلط 2:11 بشكل سريع حدا تاني يفتح تيموتاوس 2:2:9 وحدا يفتح تيموتاوس 2:4:6-2 فاذا غلط 2:11 شو بتقول غلط 2:11 ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قاومته مواجهه لانه كان ملوما قاومته مواجها بتعرف شو عمل فيه اختي؟ بطرس بتعرف مين بطرس؟ بتعرف مين بطرس؟ بطرس ايه؟ تصور معي بطرس لما اجوا المعلمين والاخوه من اورشليم كان هو قاعد مع الامم مثلنا يعني امم مثلنا عم ياكل ويشرب معنا اجوا الاخوه من اورشليم شو عمل فيكم بطرس؟ صار يفرز حاله ويؤخر نفسه وينفصل عن الامم خيفان ما يفضحوا يقولوا شو عم يعمل مع الامم؟ شو عمل فيه بولس؟ قاومته مواجهه لانه كان شو؟ ملوما نقطه على السطر مستقيم في علاقاته مع الاخرين مش انه بطرس حبيبي بطرس تعال بقول لك حبيبي كرمال عيوني ما شيء انت شيخ انت خادم انت مدبر انت هيك ما شيء حبيبي ما شيء فبريه ما عادش صغيره ظبطها لا مش ظبطها فبريه مستقيم في تعليمه وطاعته لهذا التعليم 2:9 شو بقول؟ الذي فيه احتمل المشقات حتى البيوت تمد لكن كلمه الله لا تخلف لاحظ حتى مستعد يتحمل القيود كمذنب لكن كلمة الله لا تقيد ممنوع تقيد كلمة الله مستقيم في تعليمه في طاعته للتعليم كل مبادئ التعليم عيشه بولس وطاعة بحياته أكبر اليوم خطر على الكنايس هو السيلكشن بالتعليم أنا أخ سيلكتف سامعين بالأخ السيلكتف؟ إيه؟ أنا بكفيني كون مثل اللص اللي على الصليب. اسكتني يا رب متى أتيت في ملكوتك؟ خلص طلع على السماء. لكن طلع على السماء، تعمد شيء؟ ما تعمد. لشو لازم أتعمد أنا؟ لشو لازم أتعمد طيب؟ معقولة طيب أنتوا المعمدانية هيدا تعليمكم؟ سي سامحني، ما عليك؟ تسمح لي؟ بدي خبرك حبيبي هذا تعليم الكتاب المقدس هذا تعليم الكتاب المقدس شرف وامتياز لاي مؤمن انه ياخذ خطوه المعموديه وينضم الى جسد المسيح بالمعموديه اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا انجيل خلق الدنيا من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن صحيح يدان لكن هناك امر الهي من امن واعتمد شو بقول لهم كمان
بمتى التلمذوهم وعمدوهم وعلموهم جميع ما اوصيتكم به وانا معكم كل الايام الى قضاء الدهر. لا 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 عفوا يلي بيفتخر بمعموديته اصليا انا الماروني يعني انا معمد اصليا يعني اصليا تعرف حلو كثير انه نكون مستقيمين بتعليم الرب ونطيعه واضح بكلمة الرب كل هيدي التعليم كل هيدي المبادئ لكن بتحير احيانا ليه المؤمنين ما بيطيعوا هالتعليم بتعرفوا ليه؟ لانه علقنا بهالقدرات تعلمنا من نحن وصغار نعيش بهالقدرات وصار القدر التعليم اللي نحن اخذناه صار اقوى من كلمة الرب صدقني فحص حالك عاد قدام الرب وشوف انه هل انا بطيع القدر اللي انا عايش فيه اكثر ولا انا بطيع كلمة الرب وهون ببين استقامة بطاعتك لكلمة الرب هون بتبين مفتاح نجاح الخدمة هي انك تكون مستقيم تجاه طاعتك لكلمة الرب اخر شيء ختمنا مستقيم الى النهاية 2 تيموثاوس 4 6 ل 8 مين عم بيقريها اذا امكن لاني انا الان اذكر سكيبا ووقت ووقت انحلالي قد حضر نعم قد جاهدت الجهاد الحسن نعم اكملت السعي حفظت الايمان امين لاحظ شو قال واخيرا قد وضع لي اكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا امين شفت اكمل السعي حفظ الايمان الى النهايه الى النهايه ما هيك الى النهايه حفظ الايمان ولما حفظ الايمان الى النهايه بينت على انه مستقيم الى النهايه وصل قدام نيرون قطعوا راسه قطعوا راسه لكن ضلوا مستقيم الى النهايه حط قدامكم هيدي القولين يلي حقيقه الرب هيك حطهم على قلبي اول قول هو لريتشارد اليوت استشهد عن عمر 22 سنه على يد قبيلة الأوكا من الهنود الحمر في الإكوادور وهو يحاول أن يصل إليهم لكي يبشرهم عن المسيح ليش يقول؟ يقول ليس أحمق من يفرط بما لا يمكنه الاحتفاظ به في سبيل أن يربح ما لا يمكن أن يصده لا تعد حماقة إذا تترك الأشياء اللي عاجن أم عاجن بدأت تخسرها لحتى تربح الشيء اللي ما ممكن أنك تفقده يلي هو المسيح واستقامتك وحياتك للرب حياتك للرب خف او خف من الخطية خوفك من السم وهرب من الاثم هروبك من الافعى وان سقطت فقم سريعا ولا تدع للشر مكانك مكانا في قلبك حبيب جرجس تعفو لخدم الرب المبارك حبيب جرجس واهرب من الاثم هروبك من الافعى وان سقطت فكن سريعا ولا تدع للشر مكانا في قلبك وكلمات الحبيب يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك تركي وهذا هو مفتاح النجاح الخدمه والاستقامه في كل شيء قلبك يكون خالص للرب امين على قلبي مع بعضنا نوقف خلينا نقف مع بعض البعض نصلي مع بعض نرسل الينا كلنا كمؤمنين